هوبا ايه اللي شافكو؟ السلام عليكم. انا جيت. خش يا موسيقى برجلك اليمين. ايه رايك؟ خش خش وامبارح وامبارح يلا دق المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا جمعوا وفا والله صدق اللي قالوا عن الحاسود يلا يما في ايه يما؟ ايه رايك بقى؟ قصر ولا الف ليله وليله. انت يما طيبه وربنا بيكرمنا عشان خاطرك يما. ايه رايك بقى في العفش اللي زي العسل دوت؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر. عارفه دي يما؟ ايه دي؟ دي فوتيه سفره. اقول لك حاجه، الطبليه اللي عندنا بس دي التانيه، الطبليه بتاعتنا على الارض ودي عاليه شويه. على العالي شويه؟ اه. يا ولا يعني يا حونتي انا قلبي هيقف يا ولا، والله قلبي هيقف هيقف من الخضه يا ولا على حاله. يا خرابي بسم الله ما شاء الله الله اكبر. كلنا ليه يا ولا؟ كلنا ليه يا ولا؟ من نبينا كلنا ليه يا ولا؟ يعني ايه ده ولا؟ ده فوتين. فوتين يعني كنبه بالافرنجي. ده بيتقعد عليه؟ ايوه. اما اقعدي يما، كل العفش ده بتاعك، اقعدي يا حبيبه قلبي. اقعد؟ ايوه اقعدي كده يما. خش خش خش. لا يا اخويا اقعد ايه؟ لا هدومي وسخه هتوسخوا يا ولا. يا يما بقول لك ايه، يما ايه اللي بتقولي ده يما؟ اما بقول لك ايه يما، انا رايح المحل، هتيجي معايا؟ لا محل ايه وزفت ايه، انا هقعد هنا اهوت عشان اتفرج على القصر دهوت براحه راحتي كده اهوت. اه خلي بالك من نفسك يما. ماشي يا حبيبي الف سلام. ما تلعبي في حاجه. لا ما تخافش، هتيجي تلاقيني بحطت ايدك حبيب قلبي. ربنا يكرمك دنيا واخره يا حبيبي، فرحت قلبي والله يا ولد يسوع. ظبط البت واخليها دريم بارك عشان انت تيجي تقف في سكتنا يا هيما. في ايه يا طعوم؟ لوك 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 كتير في موضوع نوال ده ليه؟ الحته بتاعتي يا عم، الحته بتاعتي وعايز ارجع لها. في ايه؟ وانا استاذنتك ومع ذلك سيبك من لوك لوك فعلا، انا هسيبها لك عشان سبب واحد. نوال لنا ولا انت هنطول منها حاجه، عزوز هياكل التورته كلها يا شيخ. ايه ده؟ مين ده؟ مين؟ انا كبداك. كبداك يا طعوم بجد؟ وبص شوف كبداك هيعمل ايه. فرجنا يا سيدي. يلا يلا بدعي لك. وحشتيني يا سندوستي يا روح قلبي. كلي بالهنا والشفا.
انت كمان كنت وحشاني قوي قوي وسبتيني مع البت دي كانت مجوعاني. يو انا حبيبتي هجيب لك كل اللي انت عايزاه. ها انت كمان وحشتيني الصراحة. انت كمان بجد؟ بس لازم يعني تقعدي في اخر الدنيا تمرمطي امي معاكي؟ انت ما جيش من وراكي راحه ابدا. انت ما فيش فايده فيكي. بس كيف يا كوريا انت عرفتي العنوان ابني؟ جو اللي بعتتهولي عشان تشوف اختك اللي مغلباني. مش هتقدر تحط لقمه في بقها كانت هتموت مني. قلت اجيبها لها يمكن تلحق تاكلها واخدها اجري بسرعه قبل ما المحروقه ترجع صاحبه المكان ده. بقول لك يا اخي فاكر الراجل اللي كان مراقبني في الحرق؟ ايوه. فضل راقبني اروح منه شمالي يجي ورايا اروح منه يميني يجي ورايا. بس ياك يا كوريا يكون ماشي وراك لحد هناك. عيب عليك يا اخي يمشي ورا مين؟ انا اخر ما زهقت منه صوت لميت عليه امه لا اله الا الله سبتهم بيضربوا فيه ونطيت في تاكسي وجيت. برافو عليك يا كوريا. عيب يا خال يعني احنا حلو الاكل دلوقتي. ها انا قلت برضك ما حدش يعرف ياكلها غير يو. شوف الوليه شوف قلبت عليا في ثانيه ازاي. بقول لك يا اختي فين الكبانيه محصوره؟ ايه محصوره فين الكبانيه؟ التواليت. بصي امشي على طول على طول على طول تدخلي اول يمين هتلاقي باب في وشك ده باب التواليت. ماشي. دينا تعالي. بقول لك ايه؟ ايه رايك تشغلي كوريا عندك في البيوتي سنتر؟ دي ده انا عمال النظافه اللي بيشتغلوا عندي انضف من الكائن ده. حيلك يا ست انتي. ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه عمال نظافه وابصريه؟ كوريا بنت اختي دي اجمل واشجع كفيره ببطن البقره. العمال نظافه. صحيات والدك تشوف لها شغله عندي. البت تعبانه ومش لاقي لقمه تاكل. اسمعيني يا دينا كوريا فعلا كفيره شاطره جربيها مش هتندمي. نو واي يا هايدي ازاي بطريقتها واسلوبها البشعة ده تشتغل عندي انا؟ انتي بتهزري. انتي ما تشيليش هم طريقتها واسلوبها انا هظبطها. ظبطي ايه؟ ايه ده انتي هتلبسيها هدومك الجديده؟ اديني ساعه واحده وانا هبهرك هتشوفي كوريا تانية خالص. نجمه مصر منوره ملعبك يا فنانه يا كبيره يا عظيمه. مصالحة بسيطة بس كده عشان القمر يرضى علينا. أنا رجعت بس عشان سوكا كلمني وقال لي إن الشغل واقف من غيري بس والخدمة الشريفة. أنا لولا سوكا وغلاوته عندي لا كنت رجعت ولا شفت وشي تاني. الله 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 وأنا إيه وسوكا إيه؟ ما إحنا إخوات يا ناني. الله يخليك يا دارة. بقول لك إيه؟ أقول لك كلمتين تحطهم في ودنك. ناني ملهاش في الشمال واليوتيرن ملهاش إلا في جو. جو ماشي يابا ولا مش ماشي؟ ماشي يا عسل ماشي يا جميل. بس عليا النعمه من نعمه ربي انا طلعت الشقه عشان ناني عشان مصلحتها. بص بص ما صدقني ان هي مش كنت جايب لها فرح يا راجل. ما صدقني النسيبه سنن. ايه ايه هو اللي ايه ايه قدامي سكه سفر طويله وهغيب عن مصر كتير. طب اخوي سافر بالسلام. الله يسلمك. مش هنطلع بقى الشقه ونعمل الوداع الاخير؟ ها شقة ايه يا حبيبي وزفت ايه؟ انت فاكرني ايه؟ الفردة اللي استبن ولا الحرمة الملكي بتاعتك وقت ما يهفك الشوق يا حبيبي؟ فوق يا كبداكي نوال بتاع الزمان دي ماتت واتدفنت في بطن البقرة يا حبيبي. انا هنا ستك نوال اللي ما تقدرش ترفع عينك فيها. فهمت؟ في ايه؟ في ايه يا ابراهيم؟ مفيش حاجه. شيلوا من قدامي. شيلوا مين؟ مين ده؟ تعون. لا تعون ايه؟ استنى بس نفس تعون. شيل عدلاتي يا اداره. لا اتهطلت. انا حذرتك يا هيما. استنى بس ده اتهطل اللي عملت لي فيها لورنس العرق. انت اتهطلت يا دكتور. ايه كده اتاخرت مع الست هايدي جوا؟ طب اقول لك حاجه على كوريا دي. كوريا دي يا ست هانم يدها تتلف في حرير. بتشتغل شغلانه زين. الست بتقوم من تحت يدها حاجه تانيه خالص. يبقوا شبه الرجاله يا اخويا. والله انا هجربها يا عم شكري بس الاول نشوف هايدي ممكن تطلع ايه من المأساة اللي جوه دي. ها جاهزين؟ غمضوا عينيكم يلا يا كوريا تعالي. اخر بيتك هجول لها مش بدرعتي مالت كده اهو. ايه دي ايه دي؟ لا 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 ايه ده؟
انا مش مصدقه عملتيها ازاي دي يا هايدي. لا ده لو كده تيجي تشتغلي معايا. ماما تخلصينا يا اختي انت وهي، عايز اخش اغير الهدوم اللي انا لابساها دي، حاسه انها مقمطاني كده مش مرتاح. ها ايه رايك؟ هو اكيد شكلها احسن كتير يا هايدي، بس اسلوبها لا وشغلها ما شفتوش. اسلوبي؟ ماله اسلوبي يا اختي؟ بقول لك ايه؟ فين الكيسه اللي فيها الهدوم بتاعتي؟ انا قلت لك يا جوني من الاول انا ما ينفعش اشتغل عند حد، هتقعد تتني وتفرد عليا. بقول لك ايه؟ انا خلاص مش هينفعني الكلام ده، انا هخش اغير البطوز اللي انا لابساه ده، انا ماليش في الهبل ده. تعالي 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 يا كوريا، مش هتغيري ولا حاجه. كانت هايدي قاعده عندها دي كوريا بنت اخت شكري، شكلها نضف قوي البنت دي، جميله جدا. انا ماليش في الهبل ده اصلا. ده ايه ده ان شاء الله؟ وانا بقول شقتي مكتومه ليه وما فيهاش هوا؟ شقتك؟ شقتك يا ام الشقه الله يرحم، كان كل شقة في كعب رجله قد شقة تعبان، شبعه بعد جوع صحيح. شفتي؟ اهو ده اللي كنت عامله حساب مين اخدتي من هنا. يلا بس يا بنت انت وهي، عيب عيب، احترم الهدوم اللي انت لابساها دي. بقى كده يا ست هايدي جايبه لي الناس العره دول يطولوا لسانهم عليا في شقتي. عره؟ مش بقول لك يا بنت الله يرحمه. وبعدين تعالي هنا، شقتك اللي عماله تتعوجي علينا بيها دي يا اختي جايباها من لحمك اللي بتعرينا الرجال. ايه بخت شيء مش كده، احنا بيتها برضه. خلاص بقى يا نوال، في ايه؟ مش انت قلتي لي استضيفي اللي انت عايزاه؟ قلت لك يا اختي هاتي الناس النظيفه اللي شبهك، مش جايبه لي زبالتك. ويا اختي لحم اللي انا بعريه ده ما حلتكيش زيه، ولا ناسيه كبدكي خطيبك حبيب القلب اللي كان بيجري ورايا هيموت عليا؟ لا حلتها وانت الصادقه، ده كان بيشمشم وراك عشان انت رخيصه، ما تيجي طلعتي وترميتي اهو، كان عبارك ولا جالك؟ يا حبيبتي ما هم الرجاله كده، ليها نسوان نضيفه للجواز ونسوان كسر الفراخ العين. انا كسر يا بنت يلي مش عارفينك بنت من وين؟ يا بنت يا وزع يلا يا بنت اخرجي بره بيتي. مالك يا ستنتي؟ انت جاي سكرانه ولا ايه؟ على فكره انت كده بتغلطي فيا عشان دول ضيوفي. ضيوفك؟ ضيوف ايه يا اختي؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انا مزاويك يا حبيبتي، ده بدل ما تبوسي رجلي صبح وليل جايبالي زبالتك وجايه. يلا بينا يا كوريا انا هنزل معاكي. ست نوال معلش هو في سوء تفاهم. يوه انت ما ينفعش تنزلي يا جماعه، المشاكل تتحل بطريقه اهدى من كده. وبعدين مفيش حاجه اسمها نزول يا هايدي، احنا مش بنهرج. خليك انت يا جولي، انا هنزل انا وربنا يصبرك على الهم ده لحد ما تخلصي منه. هبقى ابعت لك الهدمه دي مع خالي شوقي. استني انا هنزل معاكي، يعني هنزل معاكي. عايزه تنزلي يا حلوه انزلي بشوقك، بس كده بقى يبقى انت اشتريتي عداوتي وربنا يكفيكي بقى شر عداوه الرقصات. على فكره يا دينا كانت اكبر غلطه ان احنا جينا هنا وجبنا هايدي معانا، المكان في منتهى الخطوره عليها. ليه بس يا نادر؟ هو اصلا مفيش حل تاني، والبنات مشوا من هنا من اكتر من ساعه ومفيش حد زي ما انت شايف. وبعدين كنت عايز ناخد هايدي ونروح بيها فين في وقت زي ده؟ بعدين مش انت قلت لي ان خلاص المراقبه اتشالت؟ في ايه يا نادر؟ ايوه المراقبه اتشالت، بس ما ينفعش ننسى انك مطلوبه. خلاص يا نادر احنا بقينا هنا، المهم هنشوف هايدي هتروح فين. ده بقى البيوتي سنتر بتاع دينا اللي انت هتشتغلي فيه، ايه رايك فيه؟ حلو مش كده؟ مش فورتيكا يعني؟ وقلعيها ولبسيها على ايه؟ ده المحل بتاعي في روح عنه، على الاقل ريحه خفيف كده. بس بقول لك ايه؟ هو معاه حق برضك، انت ما كانش المفروض تسيبي شقه الرقاصه. يا بنت هتضيعي روحك عشاني؟ ماله؟ انت ياما عملتي كده علشاني. وانت ايه ده؟ وانا اي حاجه اعملها تنقشيها ولا ايه؟ انت هتجيبي روحك ليا؟ هو انت مش هتبطلي؟ طب خلاص هبطل. بقول لكم ايه؟ ريحوا دماغكم، انتوا من اول كده لا بتعرفوا تحلوا ولا تربطوا. انا خلي شكر راح ودي سندس عنده، ودلوقتي هجيب سوكا ويجي، هنقعد احنا مع بعضينا نمخمق لكم كده في مكنه حلوه تبقى نضيفه ومش متداسه ونداري فيها البت جولي. ريحوا انتوا قلبكم بس. يعني ايه مكنه؟ يعني مكان مكان. برافو عليك يا كوري، هو ده الكلام. ايه اللي برافو عليك دي؟ وانا في الروضه؟ وبعدين ثم تعالى هنا، احنا من ساعه ما قعدنا وانت راقبني كده ايه؟ هتاخدنا اربعة في ستة ولا تعمل لي بطاقة؟ وبعدين بقول لك ايه؟ انت تبع مين في القعدة الحلوة دي بقى بالصلاة على النبي؟ يا بيتي بقى ده الدكتور نادر المحامي بتاعي. دكتور على نفسه يا اختي، ما بحبش الرجالة تقعد تفصص في الحريم كده وهي قاعدة. ايه؟ هياخدني كاتش فين؟ البنت دي هي اللي ممكن توقع مروان. مين دي؟ كوريا؟ ايوه كوريا. المهم خلينا نفكر في المكان اللي هتروحي فيه الأول،
وبعد كده هشرح لكم كل حاجه. انتوا شلطوني لبعض. بقول لكم ايه، انا اخلع فيلتكم السودا دي. ما تهدي بقى يا كوريا، خلينا نفهم في ايه. لا انسه كوريا، نادر لا يمكن يضرك. اوكي. لا انسه ده، اهدي بس يا كوريا. انت قصدك ايه يا نادر؟ احنا مش قلنا ان مروان نقطه ضعفه الفلوس والستات؟ كوريا اتغيرت 180 درجه في ساعتين زمن بس. مين عارف لو نظفناها اكتر من كده شويه واخدنا معاها شويه وقت ممكن تكون النتيجه ايه. تنظف مين يابا؟ يا اختي مين ده؟ بقول لك ايه، السلام عليكم. يا كوريا دكتور نادر ما يقصدش. لا انسه كوريا، دكتور نادر احنا لسه هنتكلم عن الشغل. في ايه ده العالم دي؟ ده بيقول لك تنظفها وليه؟ انا كنت معفنه. انت تعالي بس يا كوريا. دكتور نادر ما يقصدش. استهدى كوريا دي. لا يا شيطان، الشيطان استهدينا. ها هات على كوريا. اقعدي اهدي، ما يقصدش. ما يقصدش في ايه؟ طب اقول لك ننضفها ليه وانا معفنه؟ المهم انا وسوكا واحنا جايين في الطريق عرفت ان خد شقه جديده في شارع الهرم جنب الكباريه عدل بالظبط. يا ريت بس ست الكل هايدي، يا ريت تشرفينا وتقعدي يومين كده عند امي، واذا كان عليا انا ممكن اقعد في اي بنسيون يعني. يعني معقول يا سوكا هتسيب شقتك علشاني؟ انا بصراحه ماليش في الشقه اللي فيها السيراميك ديت، يعني بيجي لي منها كرشه نفس يعني. وبعدين انت اختي الكبيره وبصراحه انت تعبت كتير قوي قوي. اقول لك حاجه بس، يا رب تستحمل امي. لا نهار اسود، بلاش امك يا سوكا. لا امك لسانها بيدلدق بالكلام على طول زي الزير المخروم بالظبط. ونوال لو عرفت جول فين هتسلمها محاره وحلوه. نوال من الاساس ما تعرفش ان احنا سيبنا الحاره، واذا كان على امي ب 200 جنيه ممكن تقعد في الشقه ما تخرجش لمده شهرين. بس ست الكل تقول امين. كتر خيرك يا سوكا، احنا مش عارفين نودي جمايلك فين. انا اللي مش عارف اقول لك يا استاذ، بس بلاش كتر خيرك ديت يعني، ده اقل واجب نعمله يعني. كده تمام يا جماعه، خلصنا موضوعك يا هايدي. نتكلم بقى على موضوع كوريا. يا باشا البت اللي اسمها كوريا المسترجله دي شافتني قاطرها فافتكرتني بعكسها، لمت عليا امي لا اله الا الله وطحنوني. عشان متخلف تستاهل يا كحول. اللي بتراقبه ما ينفعش اعرف انك بتراقبه. انت ليه كنت لازق لها فشافتك؟ النعمه ابدا يا باشا. غور وانا هتصرف من غير مراقبه ولا زفت. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. علاء فينك؟ عاوزك. ما ينفعش قبل كده؟ تمام سلام. لا 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 تعالوا هنا بقى. ايه اللي اسمك جمالاه؟ لا يا اختي ده انت طلعتي ميه من تحت تبن. انت جمالات؟ لا ده انت خباسات لقامات. بتستغفليني يا بت؟ لا خالص يا طنط موسوكا، بس انا ما كانش ينفع اتكلم يعني عشان الظرف اللي حضرتك عرفتيه، وما كنتش عايزه احرج كوريا. تحرجي كوريا؟ لا هي كوريا دي بتتحرج ولا بتتكسف من اساسه؟ دي ما عندهاش دم. وبعدين هي فين كوريا يا اختي؟ ما هي خلعت يا اختي وسابتك. لا بالعكس، كوريا طول الوقت واقفه معايا، والنهارده برضو كانت معايا ولسه مروحه الحاره. برضو ده ما يمنعش عنك الغلط. انت كان لازم تاخديني من ايدي كده اهوت وتقعدي تكلميني في ودني وتقولي لي الحكايه كيت وكيت يا ام سوكا. الله، انت فاكراني ان انا ممكن افشي اسرار؟ ده انا بير بير، السر يخش فيه ما يطلعش ولا يبان له اصحاب ابدا. خلاص بقى يا ام سوكا اخلصنا. اما كلمه ابرك من تاكسي السهره اللي انت عاملاه ده. ست هانم هتقعد معانا لغايه ما ربنا يسهل والحقيقه تبان، ماشي ولا مش ماشي ياما؟ لا خلاص، لو انا هضايق طنط ام سوكا انا هنزل من هنا دلوقتي حالا وهروح ادور على اي حته تانية اقعد فيها. لا لا، احنا ولاد اصول بردك، هنشيلك فوق دماغنا وجوه عنينا، بس بردك لازم افهمها غلطها عشان ما تستجرأش بعد كده تستغفل ام سوكا. يا ست ما فيش حد يقدر يستغفلك، ما تخافيش امال، بس المهم انت ما تجيبيش السيره لقيتها مقلوب ان الست هانم موجوده معانا هنا، بدل ما كلنا كده نروح في داهيه. اما يا رب تتصف في نظرك يجيلك حب الشباب. احلفي على المصحف ده انك ما هتجيبي سيره لحد ان الست كلها قاعده عندنا. جرى ايه يا ولد؟ انت هتخوني زيهم؟ هو انا بتكلم ولا بفتح بقي؟ ده انا مسميني حتى العده الساكته. بقول لك يا عسل، بحلفي على المصحف وهديكي 100 جنيه. يا سلام يا اخويا، عايز تحملني ذنب الحلفان عشان 100 جنيه؟ وانا من ناحيتي 100 جنيه كمان. والمصحف 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 ده هو، ما هجيب سيره ان الست جمالات قاعده عندنا في قلب البيت
ايوه و و و و و و وبس. اقول لك حاجه ياما؟ لا. اشتريت الست كل 200 جنيه، عارفه لو جالك 250 جنيه هتبلغ علينا كلنا، امي وانا عارفك. يا جماعه الحل الوحيد علشان ننقذ هايدي قبل ما يتحكم عليها في القضيه هو ان احنا نرجع الفلوس للبنك. وبما ان هايدي اتقبض عليها وما سلمتش نفسها فالفتره دي هتبقى قصيره جدا. ايوه الموضوع بسيط قوي، انا اجيب رقم مروان واكلمه واقول له ايوه يا ميرو يا حبيبي ابعت لنا الفلوس بقى يا ميرو اللي انت سرقتها يا بابا. يلا باي باي لا اله الا الله. شفت بقى انا هنا لو استظرفت تاني هقوم الوظك. يا جماعه مروان ده مش اذكى مننا، ده انسان رخيص واستغل ثقتنا فيه، وان احنا ما عندناش اي فكره ان هو انسان نصاب، فاحنا ممكن نلعب عليه نفس النمره، نبعت له بنت شكلها لطيف جميله غنيه هيجري وراها، تلعب عليه نمره ونكون مذاكرينها كويس لحد ما تقدر تاخد منه الفلوس. يا دكتور يعني سؤال لا مؤاخذه بس علشان افهم يعني الحدوته بالظبط، انت سعادتك جايبني هنا عشان افهم يعني ان الست اللي عايزين تجملوها وتبعتوها دي تبقى كوريا بنت اختي صح؟ صح يا عم شكري. بص يا عم شكري جميل، دلوقتي احنا محتاجين بنت نثق فيها 100% بحيث انها ما تبلغش عن هايدي، ما تبعناش لمروان، ولو تملكت الفلوس ما تطمعش فيها، والوحيدة اللي ينطبق عليها كل الشروط دي كوريا بنت اختك عم شكري، بدليل لما علاء الضابط قبض عليها البنت ما فتحتش بقها ولا كلمة عن مكان هايدي مع انها كانت ممكن تتحبس يا عم شكري. ماشي يا شكري ما تزعلش مني، بنت كوريا دي بلدي وبيئة ومقروضة ولطش على ذكر، يعني لو فتحت بقها قدام مروان هيقعد 7 أيام في المستشفى الأمراض العقلية. ليه بتقولك ده؟ ده كوريا بنت اختي زي القمر، وهي صغيرة كانت قمر صورتها معايا، بس أنا مش عارف لما كبرت بلشفت نفسها ليه كده. هي حلوة فعلا يا عم شكري، بدليل لما هايدي اشتغلت عليها شوية كده بشوية حاجات بسيطة شكلها اتغير 180 درجة، بعدين بشوية دروس من هايدي ازاي تتعامل على اساس انها جاية من الطبقة اللي احنا عايزينها هتبقى مناسبة جدا. وما تنسوش كوريا لبط ومخربشة، يعني هتعرف ازاي تتعامل مع واحد زي مروان لبط ومخربش وجاي من الوراق. انت بتقول ايه؟ كوريا دي مستحيل تنضف ولا حتى تتعلم اي حاجة، احنا كده بنضيع وقتنا وهنلاقي هايدي محكوم عليها في الاخر. طارق ممكن مالكش دعوة، ده شغلي انا وانا اللي هتصرف فيه، انا ما بقولش انها هتسافر، انا بقول نعمل محاولة مش هنخسر منها اي حاجة. المهم دلوقتي انا عايز هايدي تقعد مع كوريا لمدة شهر متصل، تشتغل عليها من جوه ومن بره لحد ما تجهزها تماما، وفي نفس الوقت عايز عنوان مروان في اليونان من نجوان وابوها. انا هاخد طارق وشكري ونروح عند ابو نجوان الراجل الزباله ده ناخد منه الوصل، خصوصا بعد ما مروان ضحك على بنته. يا بس في مشكله هنا دلوقتي، انا ما افتكرش ان كوريا هتوافق على حكايه التغيير دي، ولو وافقت مش هتوافق انها تقعد مع موسوكا، ولو وافقت انها تقعد مع موسوكا مش هتوافق انها تهمل سندس لوحديها، ولو وافقت ان السندس تقعد مع موسوكا يبقى خلاص الدنيا ولعت طالما الاثنين قاعدين مع بعضيهم. التلاتة دول يا حبيبي تابعك بقى، شوف بقى هتحل مشاكلك معهم ازاي. ما يقدر على القدرة لربنا، بس في مشكلة تانية. هو انت يا عم شكري بتحب المشاكل؟ بتمشي ورا المشاكل اللي قاعد بتسعى فيها؟ ها عندك ايه مشاكل تانية يا شكري؟ كوريا عندها سابقة قديمة ومعهاش بظبط تسافر بيه، كيف هتسافر يعني؟ ما تقلقش يا عم شكري، ورق كوريا انا هظبطه وهطلع لها باسبور وهجيب لها فيزا كمان. الموضوع ده هياخد حوالي شهر تقريبا، في الشهر ده هايدي هتشتغل على كوريا من بره ومن جوه وهتظبطها 100%، ولو النتيجه طلعت كويسه يبقى كوريا جاهزه للسفر. عم شكري كبداكي كبداكي. يا معلم صباح الفل. صباح الفل ده ايه؟ ده احنا بقينا العصر، يكش تكون لسه صاحي. انت هتصاحبني ولا ايه؟ ما تصطبح على الصبح. ايوه عم، ما انت خلصت مصلحتك وهبرت ال 5000 جنيه. الا قول لي الحاج عرفه فاضل له قد ايه على ما يخلص العماره؟ لا اوعى تزن عليه ليرمي لك الفلوس في وشك، انت فوت كده شهر ولا اتنين وبعدي عليه، لقيت العماره خلصت بكلمه، غير كده ما تزنش. كداكي الحوار اللي بينا ده مقاطيع الحته ما يعرفوش، انت عارف عينيهم تتدب فيها رصاصه. ما تقلقش يا معلم، سرك في زير. على فكره انا روحت للمأذون وطلقت الست نواد رسمي. بجد والله؟ اه، وهبعت لها ورقتها على الكباجيه. لا حول الله يا رب، ده انا جامد قوي ما يغركش المنظر. اه ما انا عارف. اه وبعدين هي تشتغل في الكباريه، تشتغل في استغفر الله العظيم، انا ما يعنينيش حاجه. انت جدع يا معلم.
وربنا انت جدع، عشان كده انت ربنا هيكرمك. انت لما الفلوس تجري في ايدك البت دي هتجيلك زحفه على هتجيلك والله هتجيلك. السلام عليكم. راح فين يا ست؟ ميعاد جلسه غسيل الكلى. وميعاد غسله موتك ان شاء الله امتى؟ ما ربنا ياذن يا ابو نجواي. طب لحد ما ياذن بقى ان شاء الله. البت الكبيره دي تقعديها من المدرسه، انا شفت لها شغلانه في شقه واحد بيه كبير، الست مراته عايزاها تقعد معاها طول الاسبوع، تجيلك يوم الجمعه تحميها وتغسليها وترجعها لهم يوم السبت. حضن المدرسه ايه اللي البنت الصغيره دي هتقعد؟ حرام عليك، سيبي البنت في حالها. شغل ايه ده اللي البنت دي هتشتغله في البيوت؟ حرمت عليك عشك، مش احسن ما تقطع زوجتها الكبيره؟ علمتها وكبرتها وصرفت عليها كل ما املك، وفي الاخر طفشت وعايشة مع واد زبالة في الحرام ومستخسرة تبعت لنا أي حاجة. أبوس إيدك، أبوس إيدك يا شيخ. النبي سيب البيت وأنا هرجع المستشفى تاني وخلوهم يشغلوني وهجيب لك كل الفلوس اللي أنت عايزها، بس سيب البيت في حالها. ماشي، اتصرفت وجبت لها قرشين أهي قاعدة في المدرسة، ما تصرفتيش ورحمة أمك الغالية فلومتها ما هتعتب بابها تاني. والله العظيم هجيب لك كل الفلوس اللي أنت عايزها، بس سيب البنت في حالها إلهي يسترك. ماشي حكيم، أنا مش مضيعني معاكم إلا قلب الرهايف ده. يا خال يا خال، أنا لا ليا في سفر ولا زواق ولا بابي ولا مامي ولا أنفع في الشغلانة دي من أساسه، ثم أم سوكا مين دي اللي أروح أقعد عندها؟ وخالتي اللي نايمة جوه دي أعمل فيها إيه؟ كفاية بقى، كفايه العرق الصعيدي اللي معشش في نافوخ ده. انت هتاخدي خالتك سندس وتروحي تقعد عند الست ام سوكا؟ مالها الست ام سوكا دي؟ طيبه بتطلع على فوق كده وتنزل على الفاضي، قلبها كيف حزمه الفجل الورور. ورور ايه ورور؟ ما تحاوليش يا حبيبتي تفهميش، انا شخصيا ما بفهمش بيقول لي سيبك منه. بص يا كوريا بنتي، احنا جايين لك النهارده مخصوص انا والدكتور نادر عشان يعني نعتذر لك عن سوء التفاهم اللي حصل بينك وبينه. وبعدين احنا كلنا عارفين انك بنت جدعه واحنا تحت امرك ونساعدك في اي حاجه. دكتور نادر عامل لك مفاجاه صمبربريز تجنن. بالله عليك يا دكتور، بالله عليك تحكي لنا ايه الحكايه اللي حصلت؟ انت حكيتها لي من شويه. بصراحه كوريا، لما عم شكري قال لي انك عندك سابقه انا قلقت، وقلت لازم اسال عشان اعرف ايه اللي حصل بالظبط. لقيتك واخده سنه بتهمه التعدي على مديره مصنع المراتب اللي كنت بتشتغلي فيه، الست اللي اسمها ليلى المرزوقي، صح؟ الله احرقها مطرح ما هي قاعده، دي ولاد بنت حرام، ده لو اشوفها بس اخنقها بايديا دول. اللي ما تعرفوش يا كوريا ان المصنع اللي انت كنت بتشتغلي فيه ده بتاع مروان، وليلى دي مجرد موظفه بتشتغل عنده، وهو اللي خلاها تحبسك من غير ما يعرفك ولا تعرفيه. يبقى طارق مع مين يا كوريا؟ مع ليلى ولا مع مروان؟ ايه؟ تيجي ازاي دي؟ يعني الجدع الواطي اللي اسمه مروان بتاع جولي ده هو اللي سجننا انا كمان؟ وهو صاحب المصنع اللي كنت بشتغل فيه؟ دي تيجي ازاي ان شاء الله؟ ما تفهمش؟ هقول لك انا تيجي ازاي؟ هقول لك. لما انت رفضتي توقفي مع امك في الكوافير، انا رحت للاستاذ مروان ده عشان تسمعه يشوف لك شغلانه، شغالك في المصنع. وبعدين لو حصل مشكله مع الست ليلى وحصل لك حكم، انا رحت عشان استسمعه. قال لي بقول لك ايه، انا قطعت علاقتي مع الناس دي. يا ابن الحرام، ماشي ده انا كده طري بقى طري، لكن ماشي، بس برضك الولايه اللي اسمها ليلى دي انا مش هيهدالي بال الا لما اشوف فيها يوم. يا حبيبتي ما هو انت لازم تمشي من البيت ده، البيت ابتدى يقع. اتفضلي انت كده وكده هتمشي، تروح عند ام سوكا تبقى براحتك هناك، انت وهايدي هتدفعوا الايجار مع بعض. بصراحه الايجار هيتوزع بينكم كل واحد بفلوس. فلوس ايه؟ ولا ياكل عشان ادفع مفروش؟ خلاص يا بنتي معلش، محل الكوافير بتاعك ده المده اللي هيتقفل فيها انا هدفع لك الايجار. ما هي قفلته يا باشا، وكانت رايحه تشتغل في محل الست ديني، مش كده؟ ايوه. انا هدفع لك المرتب اللي كانت هتديهولك دينا. خلاص، بس يوم بنتي تطلع براءة عندي ليك هدية عظيمة قوي. يا عم الحاج، يا عم الحاج أنا أروح فين وأجيب لك يا رب؟
لا هو انا سبت حاره بطن البقره بسندوسها بكريتها ببلاويها كلها بحواشيها علشان خاطر تقولي برابطه المعلم وتقعدولي في قلب البيت؟ لا ده فاضل بقى الواد كبداكي يجيب العربيه بتاعته ويوقفها عند سور الفرنده بتاعتنا. ايه يا اختي ده؟ انتوا هتسيبوني مع الغرابه دي؟ يا اختي غراب لما ينقر دماغك يا وليه. بقول لك ايه، انا دماغي متكلفه مش عاوزه الهبل والعبط بتاعك ده، انا مش ناقصه مرسي يا وليه. احمدي وقولي السلام عليكم. ثم بقول لك ايه، احنا مشاركين في الشقه دي زينا زيك يا اختي، وبعدين انا جايه لجولي مش ليك يا اساتذه. جولي جولي مين يا الدلعادي؟ الله يا ياما. ايه وحيا سيدنا النبي، يا رب تروح الحجاز ياما، مالكمش دعوه بيهم ياما، سيبيهم ياما خلصوا المصالح اللي عندهم في عرض النبي. يتمصلحوا يا اخويا زي ما هم عايزين، ما انت عملتها لي زنقه الستات يا اخويا. خلاص انا داخله اوضتي قدام تلفزيون الخصوصي بتاعي اتفرج عليه، اه وسايبها لكم مخدره، اه مخدره. جاتك القرف؟ جاتني القرف ليه يا وليه كده؟ عيب عيب عيب. يلا ياما خش جوه ياما. اه بتضربني. خلاص ياما. قلت لك امك هتذلني. بقول لك ايه يا كوريا، تقعدي دلوقتي مع الست هايدي افهمي منها هتقول لك ايه، افهميه وعيه كويس، ما عايزينش حد يعيب على مقص هايدا. ما بلاش الاسم ده خير. ايه هايدي ده؟ تحسه اسم مرق كده، تحسه بيتسلت من البق كده، ملوش ملك. اسمعي بقى، انا هعمل لك جدول مكثف 8 ساعات كل يوم. جدول؟ جدول ايه يا اختي؟ انا دخلت المدرسه. ما تهدي يا بنت الناس، مالك كل شوق فط زي الفطيطه دي. ويا موقفك بقى الفه على الفصل خل ولا ايه عشان تسكت اللي ما بيتكلمش؟ طب انا بقى اتكلم بالشوق. كوريا بعد اذنك انطر خفيفا عشان في مصلحه كده هروح اخلصها. خدني معاك يا ابن الناس. طب خدني معاكوا. قلنا اقعدي 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 يا بنت، استرجلي استرجلي اكتر من كده. خل يلا خال، سلام عليكم. يلا هات لي معاك حلاوه وهبيت سعد بيحب البيت. هجيب لك يا سلمى. بصي لك هجيب لك حبيبتي. ركزي معايا، الثمان ساعات دول هنقسمهم على الشكل التالي. اول نص ساعه ورك اوت، ايه تمرين يعني رياضه، وبعدين عندك ساعه انجليش وساعتين عربي عشان تحسني لهجتك وتعدلي بقك. الساعتين بقى اللي بعدهم دول عشان الاتيكات. ايه الاتيكات ده؟ اتيكات اتيكات اتيكات. الاتيكات ده هعلمك فيه ازاي تاكلي، ازاي تشربي، ازاي تلبسي، وازاي تمشي. الساعه اللي فاضله هقعد احكي لك فيها عن مروان بيحب ايه وما بيحبش ايه، مزاجه ايه. طب ما كده 7 ساعات ونص. برافو عليك، فاضل نص ساعه. النص ساعه اللي فاضله دي عشان تساليني فيها عن اي حاجه انت عايزه تساليها. ونبى انا حاسه اني شفت الحوار ده قبل كده في 5 افلام و6 مرسحيات، اللي هي منهم بتاعت انت الكلب الكبير، فاكراها دي؟ وفي الاخر بيتها ما بتقع في الخيه وبتتعكش وبتتفقس وبتتسحول على عينها ولا حد بيعبرها لو يقف جنبيها. ما تقلقيش ان شاء الله مش هتستحولي ولا هتتفكش ولا هتتكرش. يو اتفضل اجل هتعلمني الكلام، ما كانت الكلام عندها بايظه اساسا. نجيب من الاخر، تحب تقول انت ولا اسالك؟ اسالني على ايه يا ابني؟ يبقى انت عايز تتسال. ماشي كلمني شويه عن هيدا ابو طالب، ولا نقول جمالات حسناء بطن البقره. وقول لي بعتني عشان فلوس ولا حريم ولا عشان الاثنين؟ من غير ما تتذاكى انا ما كنتش اعرف ان جمالات هي هيدا ابو طالب، وهي اللي ما كنتش اقدر ارسمها قدامك. اول ما عرفت انها هايدي كانت هربت اصلا. سبحان الله، عشان كده ما قلتيش لحد دلوقتي لغايه لما انا عرفت لوحدي. عشان كده لعبت في اللوحه عشان ما تبقاش شبهها. ولا ال50 مليون حلوين، والمزه حلوه، والشيطان امور. ياسر انا اول ما عرفت انها هايدي اجبرتها انها تسلم نفسها، وكنت هجيبها واجيلك، وده اللي خلاها هربت. ولو انا معاها زي ما بتقول ما كانش زمانها هربت مني. انا متاكد انها لسه معاك، بس عشان انت صاحبي وعشان انا جدع منك جيت اتكلم معاك. لكن لو ما سلمتهاش هبلغ الوزاره وهي بتتصرف. عشان انت صاحبي لازم تصدقني، وسيبك بقى من الوزاره والكلام ده، تعال انا وانت نشتغل ونوصل الخيوط ببعض عشان نعرف نلاقيها. طب وخالتي مش هتاكل معانا؟ سندس قاعده مع طنط موسوكا جوه بيشوفوا فيلم، انا قلت لهم وقت الدروس مش عايزه حد منهم معانا. ماشي. طب ابوكي دافع في الاكل ده؟ عشان طنط موسوكا اللي قاعده جوه دي لو اكلتنا لقمه هتشردنا عليها بقيه العمر. اطمني بابي هو اللي دافع. دلوقتي ركزي معايا واعملي زي ما انا هعمل. ماشي يلا هنمسك السكينه كده والشوكه كده، نقطع حته اللحمه كده وناكلها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا وريني. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم.
انت بتعملي ايه؟ ايه؟ انت بتعملي ايه؟ مش انا قلت لك ركزي معايا واعملي زيي وانا عملت كده؟ يا اختي احنا هنصور فيلم، انا بحب اللحمه بالعيش. بصي يا حبيبتي، لما تبقي تسافري وترجعي تبقي تاكلي زي ما انت عايزه، ومن هنا لحد ما تسافري تسمعي كلامي انا، مفهوم؟ مفهوم يا ست القبي، اتفضلي. هنمسك السكينه بايدنا اليمين والشوكه بايدنا الشمال، نثبت حته اللحمه كده ونقطعها كده، وبعدين نروح اكلينها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا وانا هاكل بايديا الشمال، استغفر الله العظيم يا رب. طب ليه كده؟ طيب هو انت ناويه تجننيني؟ مش انا قلت لك لما تبقي ترجعي من السفر تبقي تعملي اللي انت عايزاه واستغفري ربك زي ما انت عايزه. يلا النبي، انت هتشوينا في نار جهنم شوي كده. ايه ده؟ ايه الحركات دي؟ يلا يا كوريا. حاضر، هنا كده صح؟ برافو عليك. ايه ده؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ اصبري بقى، استبر. يا لهوي، طب ما سهل حوار الشوكه والسكينه اهو، عامله لك حوار ليه بقى؟ ايه القرف اللي انت عملتيه ده؟ قلت لك اعملي زي ما انا عملت. يلا يا كوريا والنبي. يا اختي انت زهقتيني. طب تصدقي اهو، ايه ده؟ ايه ده؟ بعدين بقى لما نتعلم الحاجات دي بقى كبروا المخ. مش عايز منديل يا ابني، قلي يسترك. مناديل، منديل يا ابني، لا يستر. مناديل يا ابني، لا يستر. هتمشي ماشية مستقيمة، ظهرك مشدود، كتافك مفروده، رقبتك مرفوعه لفوق، عينيكي بتبص قدامك مش عماله تتلفت يمين وشمال زي البورس، رجليكي مقفوله. ايه ده؟ رجليكي إيه؟ مقفوله ازاي؟ مقفوله كده كده اهو. ايه المنظر ده؟ وانا كده كاني محصوره. ومين قال لك تقفي كده؟ اقفي زي اهو كده كده اهو. يعني تقريبا. يا بنت انا كل ده هبل بالنسبه لي اساس. طب خدي الكبير، انت عارفه ان انا بعرف اطلع السلم الكهرباء لوحدي وما بتكعبلش؟ والله بسم الله ما شاء الله. وتعلمت الكلام ده فين؟ في مترو الانفاق، محطه ام المصريين، لينا معارف هناك يعني. يا اهلا وسهلا يا مرحبا. مرحبا بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. الله العظيم ثلاثه، بالله العظيم ثلاثه. السيد سوكا ما بيتكلم على سيادتك انت والست اختك الا بكل خير، وبيقول لي ناس فاضل. الله يخليك يا حاج، حضرتك بقى والده مش كده؟ لا والدي تعيش انت، ده عم شكري زي والدي يعني، كبير بطن البقر عندنا في المنطقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا بنتي يا هاجر، انت جايبه لنا ده شاي؟ احنا عايزين الشربات، شربات الارسال يا بنت. ها خشي جوه دلوقتي يا هاجر. حاضر. يلا عن اسمك. اتفضلي يا زينه. بسم الله ما شاء الله، ادبيه واخلاقيه كيف بيوت الصعيد عندينا، ربنا يحميها لشبابها. والاخ سيد بقى ان شاء الله اشتغل ايه؟ ابني سوكا حرصه وسينه، بسم الله ما شاء الله عليه، عقبال ولادك وولاد امه محمد صلى الله عليه وسلم، بيشتغل مطرب شعبي ومشهور قوي. وفيه حاجة كبيرة، بيغني من غير ميكروفون، حنجرته ملعلعة. الله مطرب، بس أنا معرفوش وما شفتوش غير المرة إياها بتاعت الفرح. ما حضرتك بقى طيش الشباب بقى، وإحنا أهو جايين من الباب أهو حضرتك. لا مشهور. الله، هو أنت ما سمعتش الغنوة بتاعته اللي مكسرة الدنيا وماشية التكاتك كلها تغنيها وفي التلفزيونات والراديوهات؟ ما سمعتهاش ولا غنيها لو حتة أحسن يفتكرنا بنميس عليه. يلا يا ولد. لا خلاص خلاص خلاص، ملوش لزوم. أصل أختي الأنسة هاجر كانت قالت لي يعني إن الأخ سيد عنده عربية مشروع كبدة وسجق. أيوه قصده على عربية كبداجي. يا أختي كبدك ايه وزبالك ايه وهباباك ايه وسخماك ايه؟ انت عارف ما كانتش بتجيب لنا اكتر من 15 20 جنيه في الشهر، دلوقتي ابني سوكا ما شاء الله النقطه بتنزل عليه بالالافات في الكباريه. والله كباريه قصدها يعني تقول لك انه شغال في مالها ليلى. ليلى مين؟ ليلى من؟ انا ما اعرفش لا ليلى ولا سعدية. هو كباريه ايه في ايه؟ قصدي امي والاستاذ شكري حضرتك انها شغاله في مطعم استراني يعني، حاجات اكل طزاقات وحاجات دي كده يعني. تصدق بالله ابني ده انضف واحد في الدنيا كلها، مغني معتبر ومشهور ومحترم، بيشتغل في كباريه محترم. انت عارف
لما البيره تمشي قدامه كده ولا بيعبرها، يقول لي يما، اقول له يا واد هي البيره ده هي شكلها ايه؟ أمه. لونها ايه؟ أمه. يقول لي هي احمر ولا اخضر يما، اقول له مع ان هي صفرا، بس هو ما بيبقاش عارف يا عين. انت عارف الخمره دي تبقى ملعلطه قدامه كده هو ولا يعبرها. انت عارف البنات المزز اللي هم بيبقوا قاعدين على الترابيزات بعد ما يخلصوا نمارهم عشان يفتحوا للرجاله يعني ويشربوا معاهم الخمره والكلام الحاجات ده، هي هو مؤدب ولا يهب ولا بيعبره؟ لا مؤدب محترم، من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. عشان كده هوت، ولهذا يا استاذ يعني احنا جايين النهارده علشان خاطر نطلب ايد اخت حضرتك الست هاجر لابني المحترم، ابني المحترم اللي متربي على الغالي سوكا. ايه راي حضرتك بقى يا استاذ؟ قلت فرصايده قوي يا حاجه، الجواز ده اسمه نصيب. شرفتونا. هي ساعة وقولي بالحق وقولي بالحق، والله يا قلب أنا سامعتك سامعتك. هي ساعة وقولي بالحق. السلام عليكم يا أبو نجوان. وعليكم خير. احنا جايين كده عايزين نتكلم كلمتين مع الأنسة نجوان. مفيش بح. هو إيه اللي مفيش؟ أيوة طفشت مع الواد الزبالة اللي اسمه مروان. طيب حس بقى ان احنا دخلنا كده، احنا جايين نشتري الوصل اللي فيه العنوان كده اهو. تفضلوا مكان من الاول، ما احنا قلنا كده من الاول. بالراحة لازم يعني تستنوا لما الحاجة تغلى. تغلى كيف يعني؟ احنا جايين نشتري شقة ولا ايه؟ الوصل ابو 5 مليون لحلوح، غالي دلوقتي بقى ب7 مليون. ما كل حاجه بتغلى زي الحشيش. انا هدفع 3 مليون ودفتر الشيكات اهو، بس اشوف الوصل الاول. ما تهزاش واسع الباشا، فيش هززان ولا نيل، الدفتر اهو واشوف الوصل وادفع 3 مليون. والله انا عامل كده عشان خاطر العشره بس. طول عمرك راجل طيب يا حاج ابو نجوان. راجل طيب. حاجه زهرة كده جاهز. الله يعمر بيتك يا راجل. أهو. الله يعمر بيتك. اهو شيك اهو العلوان اهو، اديني الشيك بقى. يا سلام عليك يا ست الناني، ولا الست تمر حنة في زمانها. ايه مش عاجبكي؟ خلاص ولا الست اسمهان في فيلم الفرح، ايه رايك؟ ايه الحلاوه دي يا نجمه مصر؟ الله اكبر، المسرح كان هيتكسر من اللي بيحصل عليه.
بطل بكش يا عزوز، انا مش عارفه اشتغل يا اخويا ولا جاي لي مزاج من غير سوكه، وكل يوم اكلمه مش لاقياه، وكل يوم اقول هيجي وما بيجيش. ما تلاقيش يا ناني ولا يهمك، انا كلمت المحامي وهرفع عليه قضيه. اه ده داخل على اسبوعين دلوقتي مختفي وقافل موبايله وامه كمان ما بتردش. محامي ايه وقضيه ايه يا راجل انت؟ ده سوكه. الله، يعني يخرب بيتي واعمل له شهاده تقدير. انا هنزل له بطن البقره حيله واجيب. تعالي بس استني شويه، خدي ايه دي؟ دي لمؤاخذه ورقه طلاقي، اصل المحضر جابها هنا على الكباريه. الله الله الله، ايه يا ناني؟ ده انا قلت الموضوع ده هيفرحك. سلومه ده زباله وعره الرجاله، وانا عمري ما حبيته، بس هو حب يهني عشان كده بعت لي الورقه على هنا. وعموما العشره ما بتهونش الا على اولاد الحرام، وانا بنت حلال يا عزوز، فهمت؟ فاهم والله، بنت حلال فعلا موصله ناني، وعشان كده بقى انا بستغل المناسبه السعيده دي وبطلب ايدك على سنه الله ورسوله. ها قلت ايه؟ الله، ايه بس؟ في ايه تاني؟ انا اول مره اتطلق فيها، وانت جاي دلوقتي تقول لي اتجوزك؟ لا معاك حق يا ناني، هي الواحده بتتطلق كل يوم. عامه دوريها يا حبيبتي في دماغك وفكري فيها كويس قوي على مهلك، وانا مستني يا نجمه مصر، مستني على نار والله. حبيبي حبيبي يا عسل. معاكم النهاردة عشان نتيجة امتحانات نص الشهر اللي كوريا هتسافر بعدها. أنا بالنسبة لي النتيجة 10 على 10، الأوراق كلها تمام والفيزا هتبقى جاهزة كمان 10 أيام. ممتاز. أما أنا فالنتيجة بالنسبة لي 0 من 10 في كل الدروس اللي أنا بديها لها، فشل زريع، مفيش تقدم 1%. إزاي؟ دي لعبتك يا هايدي، معرفتش تتعلم منك ولا حاجة؟ خالص. خص عليك يا كوريا، مخبيه عليا يا بنتي ان ما وريتك ما بجاش. انا اللي مستني النتيجه دي بفروخ صدر. تسقطي يا ام 0 من 10. المهم يا بنتي يا كوري، تسمعيش الكلام ده كله. علام ايه وهباب ايه؟ انا هو بعد ما شاب ودوك كتاب. كوري يا بنتي، وبعدين احنا كلنا حاطين امل عليك. هو في ابو الحاج انت وهي؟ ما انا مرسياكم من اول، انا ماليش في دلع البنات الماسخ ده، انا تلاقيني في الجدعانه، تلاقيني وقت الضيقه، تلاقيني في الزنقه، لكن تقول لي حطي احمر واخضر وامشي تقصعي زي البنات، اقول لك لا معلش ما نعطلكش. وبعدين خلاص فضوكم الحوار ده خالص، انا هرجع بيتي، مش لازمني الكلام. هتوحشني قوي يا صاحبي، انا مش عارف من غيرك اعمل ايه. خلي بالك من نفسك يا كبداكي، عشان خاطرك كبداكي وتغطى كده بس بقى. وانا طالع ليبيا اشتغل؟ ده انا طالع اليونان شويه وراجع سوكا. فيه ايه يا كبداكي؟ انا ماليش الا انت، ده انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. انت واد مالك بقيت سايح كده ليه من ساعه ما البت دي سابتها؟ ما تفوق كده يا سوكا، شوف شغلك ده، لو كانت ضربه مطوه كانت خفت، ده انتوا بقالكوا اسبوعين. بقول لك ايه، امسك يا سوكا دول 20,000، تدي 10 لامك و10 لكوريا، وتقول لهم ان كبداكي جاب لكم فلوس البيت اللي كان هياكله عليكم سلوم، وقول لهم ان كبداكي جدع يا سوكا. انت اجدع صاحب في الدنيا، بس فيك شويه عيوب، بس احلى حاجه فيك ان قلبك ابيض. يلا هتوحشنا يا صاحبي. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك بس بقى. سلامك ابداكي، خلي بالك من نفسك يا صاحبي. صباح الفل، مع السلامه يا مصر. السلام عليكم يا رجاله. شد حيلكم، مش عاوزين عطلة، اديكم شايفين الاسمنت والحديد سعرهم بيزيد يوم عن الثاني. خير يا اخينا، في حاجه؟ لا مفيش حاجه، جاي بس اتابع العماره وشغل العماره. هو في ايه يا عم؟ انت عاوز ايه؟ انت اللي في ايه؟ انا شريك في العماره. انتوا مين بقى؟ شريك مين يا عم انت؟ شريك المعلم عرفه صاحب العماره. معلم عرفه مين؟ العماره دي بتاعت ابونا المعلم روماني هنداوي ومالوش شركة. روماني مين ومالوش شركة ازاي؟ بقول لكم انا شريك المعلم عرفه في العماره. يا عم انت جاي ترمي بلاك علينا ولا ايه؟ لو شفتك هنا تاني عليك على باب العماره واجيب لك الحكومه، نصاب ده ولا ايه؟ يلا يا عم اتكل على الله، مالك ابيض. الله 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 الله، ايه الحكايه؟ هو انا اتضحك عليا ولا ايه؟ كده كبداكي ماشي. يعني انت كبداكي يعني انت يا واد جبت لي المرستان اللي بره ده وسبتني وهربت كده؟
أه؟ عزوز قرفني كل يوم بالتليفونات بسأل عليك، أنا مش عارفة أرد أقول له إيه لأن أنا مش عارفة أراضيك فين. أديني قاعد ياما في البنسيون آكل شارب والحمد لله بدعواتك ياما، ربنا ساترها معايا. أنزل أروح فين بقى ياما؟ يا ولا يا ولا قال يا ولا، وانزل شوف أكل عيش. ما ينفعش كده، الله، الشقة دي هندفع إيجارها منين؟ هناكل ونشرب منين؟ وادي إحنا جبنا العربية والحمد لله، وبحوشك عشان أجيب لك الشقة، وصيتك والحمد لله مكسر الدنيا، أما بقى عن البت الممرضة ده إيه؟ فلا يا حبيبي، ست ستها تتمنى تراب جزمتك، أنت من النهاردة بقى تنزل تروح الكباريه. بقول لك إيه ياما؟ ولا أنا رايح ولا جاي. ومن الاخر ياما بقى العيشه بتاعتي دي ما بقتش عجباني. لا بقول لك ايه، لا ده انا من صباحيه ربنا هاخدك لاتنين شيوخ يقروا عليك. لا والله العظيم ده انت معمول لك عمل كلب تافه فيه. كلب ايه ياما قطه ايه؟ بقول لك ايه، خدي الوكب ده كده جاب لك ال 10000 جنيه دول بتوع التنكيس، سلكهم من سلومه، اتفضلي. جدع يا ولا انت وكبداكي، حرو نار في جتته الواد سلومه الحرامي ده، هو برافو عليكم والله. انا نازل ياما، عايز حاجه؟ حبيبي مش عاوزه حاجه، انا عاوزاك بس كل يوم تعدي عليا. عقل روحك كده. وبعدين ده احنا ما صدقنا الميله اتعدلت، هنعوجها تاني ليه؟ ها خليك ناصح يا ولا. ادعي لي يا ام، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يحرمني منك. لا يا لا يا حبيبي، السلام عليكم. عايزك طيب مع الف سلام. بقول لك يا خالتي، انا هقلب المحل فول وطعميه واخدك معايا يوماتي، مش هحبسك هنا خالص. خلاص يوم ايه بردك؟ لو البيت وقع واحنا بره يبقى ربنا نجاتنا مع بعض، وقع واحنا جواه يبقى ربنا خدنا احنا الجوز مع بعض عشان نتحمل القرف اللي احنا عايشين فيه ده. يا تعير فين دنيا واخره، مش عايزه اروح معاكي حتى انتي. والله على قولك، وانا مين عايز يعاشرني وانا حيه؟ ما هيعاشرني وانا ميت. مين؟ طيب يوه يا الدنيا طارت. ايه يوه افتحي. ايه ده خيه؟ ازيك يا خيه؟ كوريا. ازيك يا سوق عامل ايه؟ ادخلي. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبي؟ مين الواد ده؟ سندوتشا. كيفك يا حبيبتي؟ كيفك؟ الواد ده مين؟ ده سوكا خالتي. ابن ام سوكا؟ اه يا خالتي، اه ام سوكا. ايه ده؟ ايه ده مالك؟ فيك ايه؟ لا ولا حاجه. اصل كوريا سوكا متضايق ومقطع الشغل بقاله فتره. متضايق علشان البت الممرضه اياها دي، وانا طول الطريق بقول له يا عم فضك فكك، الشغل اولى بيك. بقول لك يا سوك، اسمع للخال، هو معاه حق، الحب والحاجات دي خلاص خلص، خلص من ايام الله يرحمه عبد الحليم حافظ. اقول لك على حاجه، يا امتا هو مش مكتوب للي زينا، فمن الاخر روح شوف اكل عيش. ولا اقول لك على كده بحلم بيك، بحلم بيك. شوف الروقان والنبي قول ايه، وين ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا. خدها كوريا. ايه؟ 10000 جنيه دول بتوعك، بتوع تنكيس البيت. ابراهيم عمل حوار على سلومه وجابهم لك منه، بقول لك عشان تعرفي ان هو جدع. جابهم ازاي؟ ايه اللي جابهم ازاي؟ وجابهم منين وصرفهم منين؟ عبال ما تعرفي كل ده هيكون البيت وجع على دماغك. يلا يا كوريا هملي. والنبي فيك الخير يا كبداك. طب هو ما جابهمش هو ليه؟ جاله عقد في اليونان وسافر كوريا. ايه؟ عقد في اليونان؟ وانت زي ما تقوليش يا سوك. والله العظيم ما اعرف يا كوريا، انا زي زيك بالظبط. فوجئت على باب المطار، عارفه الست اللي كانت في المستشفى اللي بنتها اسمها نجوان؟ نجوان هي دي اللي جابت له العقد، ومن الاخر كده ابراهيم خلع وراها. راح وراها؟ يا ابو دلنجس عمره ما هينعدل. بقول لك يا خال، انت سلم جولي دلوقتي حالا. يلا حبيبي بالراحه. بالراحه. طيب بالراحه. بسم الله. استنى. لا استنى. ايوه كده. معلش معلش. ايه ساكته ليه؟ لا ما فيش، اصل بفكر انزل القنصليه بتاعتنا عشان اطلع بدل فائد الباسبور بتاعي، ضايع مني ومش لاقياه. ضاع ازاي؟ فاكر يا حبيبي لما انت اتخطفت من عند رجاله جاسم؟ انا بقى طلعت للشقه وقعدت كده بلم هدومي مش فاهمه حاجه، يمكن وقع مني هنا او هنا، ومن ساعتها وانا ماشيه بالبطاقه المصريه بتاعتي. البطاقه دي هتعمل ايه؟ انت لازم تطلعي باسبور وننزل نعملهولك. لا 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 لا،
ما انت لازم ما انت لازم تريح. ست زهقت من القعدة. الله، وبعدين اهو انزل شوية اجرب المشي، عايز افوق بسرعة عشان الحق جاسم الكلب ده قبل ما يسيب اليونان. ما خلاص بقى يا مروان، سيبنا من حكاية جاسم دي، وبعدين احنا اللي ابتدينا معاه. هو اللي حاكم على نفسه. هقتله. ايه؟ هقتله. خد يا اختي دي فلوس تنكيس البيت، ما انت لا كملتي وقعد فيه عشان تدفعي ايجار ولا بتتنكس. خد. خلاص مش عايزاهم. اللي مش عايزاهم ده، ما قلت لك قبل كده ما احبش حد يتجب علي. امسكي. هاتي، انت حره. خطيبك ده يا كوريا راح اليونان ازاي؟ بس ما تقولش خطيبي، بس ما بقاش، خلصنا من زمان. تاخدش بالك يا دكتور، دايما كده كوريا وكبداكي دايما كده عاملين زي القط والفار، دايما متخاصمين، دلوقت مفسوخين. يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ ما تفهموني، هو ازاي يعني راح مع نجوان؟ وهو يعرفها منين اصلا؟ الصراحه اصلا لما صوره جولي نزلت في الجورنان هو قفش علي، خلاني كبت له بقى الليله كلها في حجره، ومن ساعتها وهو حاطط البت نجوان دي في دماغه ورشقلها، وديها شكلها جابت له عقد عمل بره وسفرته. ايه؟ يعني انت السبب؟ ها؟ انت اللي سلمتيها التسليمه للكبداكي؟ الكلب ماشي. عقد عمل ايه يا عم شكري؟ وهو يسافر وراها ليه؟ سافر عشان عينه فارغه، يبقى معموزه حلوه وزي القمر، ومع ذلك هو زي الكلب لازم يشمشم بره. ما يمكن الست دي ملهاش علاقه بالموضوع ده. ملهاش علاقه ايه يا خيك؟ دي بنت مولع، لفت قبل كده على جوز جولي وصفرته، ودلوقتي لفت على كبداكي وصفرته. اللي هيتنشل مطرح ما هي قاعده يا رب. ايه دي؟ هي الست دي واخده المشوار رايح جاي ولا ايه؟ ولا متعاقده مع الحكومه اليونانيه يعني؟ افرط لهم رجاله. انت بتهزر يا خالد. وطي صوتك، سندس ام سوك هيصحوا. احنا لازم نعرف دلوقتي ابراهيم ده سافر ازاي؟ وبيشتغل مع مين وضد مين؟ بقول لك يا عم الدكتور المحامي، انت ولا ما انا فاهمه لك بتشتغل ايه؟ عايزه ايه يا كوريا؟ هو انتوا مش كنتوا عايزين تسفروني؟ كنا عايزينك تسافري. طب انا عايزه اطلع الطلعه دي ورا كبداكي، وانا البت المسهوكه دي بقى. مش هينفع، احنا حاولنا وكل محاولاتنا معاكي فشلت. ليه بس؟ انا عايزه اسافر. هو انت هتسافري سياحه؟ انت كنت مسافره عشان تعملي مهمه محدده، والظاهر بقى انك ما تنفعيش. اللي ما ينفعش ده ما تقولش بس ما ينفعش، انت ما تعرفش كوريا ما تحط في نافوخها حوار. جدعة يا كوريا جدعة، هي وقته خلصي بقى السنة اللي قضيتيها في المخروبة دي، خلصيها على جدتهم. مش هينفع. النبي أجول لها عشان خاطري، عشان خاطري ده احنا ولا هي زي بعض. والنبي أختي قولي قولي له ده أنا كوري. يعني أنا شايفة يا نادر إن احنا ممكن كده يعني نديها فرصة تانية. مش هينفع يا هايدي، دلوقتي ما بقاش عندنا وقت. هي مش ورقها لسه جاهز؟ ايوه لسه جاهز، والفيزا فاضلها كام يوم وتطلع. المشكله مش في الورق، المشكله فيها هي. المشكله فيها هي دي؟ ما تظبط كلامك يا عم الحاج. في ايه؟ انت شايفني ناقصه ايد ولا ناقصه رجل؟ طب احنا خسرانين ايه؟ مش احنا كده كده قدامنا اسبوعين نجرب تاني، بس المره دي كلكم تشتركوا معايا. بص بقى يا ابراهيم، انا قلت له نازله عشان اطلع الباسبور. يبقى لازم يا نجوان ترجعي له بورق باسبور عشان نبقى مثبتينه صح. ماشي، بس عارف يا ابراهيم لو مروان قتل جاسم انا كده ممكن اروح في داهيه، واستحاله اقعد مع واحد قاتل في نفس المكان. على فكره نجوان انا بحب مبادئك قوي، او ربنا، ومعجب بمبادئك دي جدا، يعني تقعدي مع واحد مقلب 50 مليون عادي، لكن قاتل لا. برافو عليك يا بنتي. ابراهيم انت ناوي تعمل ايه يا ابراهيم؟ خير بعون الله، انت بس اهم حاجه وانت نازله تبعتي لي رساله بخط سيرك، ولازم لازم يا نجوان تبقى في الشنطه بتاعتك ورقه فيها العنوان بتاعكم، حاجه بقى شوفي وصل، ورقه توصيل، اي حاجه من الحاجات دي. عنوان ليه؟ مالكيش فيه، نفذي الاول وهتفهمي في قدام. ما انت لازم تفهمني انت ناوي على ايه، وانا انت ماشيني كده وراك وخلاص. ما تعملي يا نجوان اللي بقول لك عليه، هتخسري اكتر من اللي خسرتيه، خليكي معايا وانت مش هتندمي. ماشي يا منشوف. قولي يا ابراهيم ماما عامله ايه والنبي؟ ماما مين؟ ماما يا ابراهيم في ايه؟ اه ماما دي بقت زي الفل، او ربنا بقت زي الفل، دي بتدعي لك. على فكره نجوان انا بحب الست دي، شبه امي وانا بحبها جدا جدا، ومتعلق بيها عشان كده، ومتعلق بيك انت كمان. يعني والنبي اخر مره شفتها كانت كويسه؟ طبعا كويسه، ده كانت هتروح الجيم وجبتها بالعافيه. او ربنا، انت اهم حاجه بس دلوقتي تروحي تلحقي مروان عشان ما يشكش في حاجه، وما تنسيش اللي قلت لك عليه. ماشي؟ ماشي. يلا حبيبي، يلا سلام. مع السلامه. مع السلامه. استعان على الشقة بالله. يا جماعة أنا مش هقدر أكمل لوحدي،
أنا حاولت معاها وفشلت تماماً. مفيش حاجة اسمها فشلت يا هايدي، وبعدين لاحظي إن المرة دي ما بقاش في وقت. حبيبتي أنت لازم تركزي وتتعلمي وتنظفي مخك، يعني مستقبلك أنت وهايدي متعلق بين إيديك. حتى حياتك العاطفية مهددة بالخطر بعد ما سكبداكي بتاعك ده سابك وراح لخطفت الرجالة نجوان ورايا. دي اي اف جي اتش اف اتش. تاخدي زي؟ لا اخويا استغفر الله العظيم، خلي لك انت الحاجات دي، والنبي انا خايف على نفسي منك اللي عملت اربعه ده. هتتكلمي انجليزي؟ يعني هتتكلمي انجليزي؟ انا عمري ما دخلت في حاجه وفشلت فيها، فاهمه؟ قولي ورايا. اي ام ايبيك كاو. اجي يعني ايه؟ يعني انا من بطن البقره. اه حلوه دي اقولها. اه اي ام ايبيك كاو. برافو يا كاو، برافو برافو، هايله. قوليها تاني بقى. I am a big cow. برافو برافو، ده انت كده هتطلعي بعثة ورايا. I am a big cow. 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 أسرع. I am a big cow. I am a big cow. I am a big cow. تيجي تقعد عشان تريح يا حبيبي. لا لا مش كتير عشان تخش. زمان لما كنا بنلعب كوره لما حد رجله بتتلوي ولا تتجزع كنا نقول له شد عليها عشان تخف بسرعه. ايوه بس بالراحه يعني مش كده. شنطتي. بالراحه، ما تشرع عليك يا حبيبي. معلش معلش فدك. خلاص خلاص. طيب هات ايدك. يلا يلا. بص يا انسه كوريا، لازم لما تيجي تتكلمي تقللي النيرف البيئه اللي في كلامك شويه. بقلل ايه يا اخويا؟ النيرف اللي هو طارق قصده انك لما تيجي تتكلمي خلي صوتك اوطى شويه وانفعالاتك اهدى ولهجتك ما تبقاش اجريسيف. وهي هتفهم يعني ايه اجريسيف؟ استنى انا فاهمها بطريقتها. ماشي كوريا، ما تهنجميش في الكلام يا كوريا. اه ماشي. وكمان لازم تظبطي مخارج الحروف بتاعتك، لازم تظبطيها ماشي، وتبطلي تحشي حرف الشين اللي في كلامك ده. هو الكلام كمان بقى بالشوكه والسكينه ولا ايه؟ ايوه يا كوريا بالشوكه والسكينه، يعني ما تقوليش اختي ركبتي خالتي. شاطر. تقولي اختي ركبتي خالتي، ويا ريت ما تجيبي سيره خالتك عشان ممكن تسمعك تفكرك بتنادلها تنط لنا هنا واحنا مش ناقصين. طب بالك وانا صندس يا جدع انت. يا كوريا في انت تهنجمي عليا ولا ايه؟ كوريا انا عندي فكره كويسه قوي. ايه رايك تفتحي التلفزيون وتتكلمي زي المذيعات بالظبط؟ انت مش بتشوفي المذيعات في التلفزيون؟ لا. ليه؟ ما بتتفرجيش على التلفزيون يا كوريا؟ لا انا ما اتفرجش على المسلسلات التركي عشان انا
سقفتي تركي أساس وبتكلم تركي لبلب. إيه ده إيه ده؟ بجد بتتكلمي تركي؟ ما أنا فهمك، أصل أنا أصلا سيدي أبوم مامي أصلا من التراكو. أنت مش شايف شكلي ولا إيه؟ يلا حبيبي بالراحة كده. أيوة بسم الله. هو أنت مستني حد؟ لا خش أنت نام أنا هشوف مين. خش. طيب إبراهيم كبداكي من مصر القديمة، وشنطة الهانم زي ما هي مش ناقصة دبوس إبر. وانت بقى ترى سرقت الشنطة من الهانم والبوليس جري وراك عشان تجيبها مش ناقصة دبوس إبرة؟ لا أصلا أنا كنت مفكركم خواجات، بس لما فتحت الشنطة ولقيتكم مصريين قلت لازم أرجعها. عرفت العنوان إزاي؟ لقيت الوصل ده في الشنطة وفيه العنوان. كبداكي ما يعدش في بلدياته في الغربة أبدا. لكن عادي يعني كبداكي يتصعر بقى في مصر. يا باشا في مصر العيشة ضيقة، لو ما عضتش في اللي جنبك هيدوسك. بس أنا هنا جايك مش جاي أعض. ماشي يا كبداكي. هاي خد يا كبداكي، أدي القرش اللي كنت هتاخده في الحرام هتاخده في الحلال أهو. لا يا باشا، حد الله ما بيني وما بين الحلال، أنا مش عاوز فلوس. ما أنا عايز إيه؟ أنا عاوز أشتغل معاك. تشتغل ايه؟ يا باشا انا عاوزك تعتبرني زي اخوك الصغير بالظبط. انا تعبت في الغربه دي قوي وشفت الموت بعيدي من ساعه ما جيت لا عارف الفو في شغلانه ولا عارف اطلع باي مصلحه. انا اساسا يا باشا طباخ مش حرام. وما عملتش الموضوع ده غير مرتين، المره التانية طلعتوا مصريين، قلت انا وقعت بالسما وانتوا استلقتوني. لو تشوفني اي شغلانه معاك يا باشا ان شاء الله امسح لك الشقه دي. وبتفهم في ايه تاني غير الطبخ يا كبداكي؟ اي حاجه، شوف اي حاجه، افضل مستني سعادتك تحت البيت 24 ساعه، لو عوزتني في اي حاجه خدمك 100 سنه. بقول لك ايه يا باشا، انا بقالي يومين ما اكلتش وجعان قوي، ما عندكش اي حاجه تتاكل؟ يعني لو شويه جبنه براميلي كده، شويه طرشي. خش. الله يكرمك. انت حكايتك حكايه يا رب. يا ساتر. يا نجوان. ايوه انا هنا. مبروك الشنطه. الله يبارك فيك. كبداكي اللي سرقها منك. نجوانا يا ربتي. شكرا. كبداكي جعان عايز حته جبنه براميلي او ترش كده في قتينه. خش 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 اقعد اقعد. ابو الهجر ازيك يا ابو الهجر؟ ازيك يا سوكا؟ توحشاني يا ابو الهجر. بعد اذنك يا سوكا انا عندي شغل. بقول لك يا ابو، احنا لازم نتجوز. يا سوكا انا قعدت مع فواز بعد ما انتوا مشيتوا وهو رافض خالص. احنا اللي هنتجوز مش هو. احنا نجيب الشقه والعفش وكل حاجه ونحدد ميعاد الفرح ونتصل بيه، ولو هو شريك هيجي. انت شايفني كده يا سوكا عايزني اتجوز من ورا اخويا وكمان ابقى ببلغه بميعاد الفرح؟ انا بالنسبه لك كده بعد اذنك. خدي بس يا ابله، طب حطي نفسك مكاني. وانا خربتها ولا ايه؟ انت ازاي تدخل واحد حرامي زي كده وتقعده هنا؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، ده عيل غلبان. طب يا سيدي ما كنت تديله فلوس ويروح ياكل بره، انت بتدخله شقتنا ليه؟ ما تهدي بقى، في ايه؟ الله، من الاخر محتاجه. محتاجه؟ انا عندي من النوادي في مصر كتير كانوا بيخلصوا لي حاجات، والواد ده واقع عليا من السما وشكله كده عيل جدع ومخلصاتي. حرامي وجدع على اساس ان احنا ايه؟ ها ولا نسيت يا روحي؟ جرايه ورا العنب. ما تهدي كده. ها ده شغل. ماشي. بقول لك يا كبداكي. قمر يا باشا. انت منين في مصر القديمة؟ من بطن البقرة. اسمع عنها. بس ما رحتهاش. شكلك كده عيل جدع.
ولابط؟ ابدا والله يا باشا، بس اللي بيزعلني بزعل امه. عمركش شكيت حد؟ شكيت حد ازاي يا باشا؟ لما جرايه روح امك، انت هتحور عليا؟ انت مش من بطن البقره وانا من الوراق، ما يغركش السلسله والانسيال. لا انا اخري 10 غرز وروحه تفضل في كتاته. ما نفسكش تترقى لسعد عزرائيل؟ انا مش فاهم سعادتك يا باشا. عد عليا كمان يومين وانا افهمك. خلص اكلك. لا انا شبعت، يدوم العز. انصرف. السلام عليكم. عارف انا مش مصدقه ابدا ان انا بقالي شهر كامل هنا، وان بقالي شهر ما عملتش كده يا نادر. هما بيقولوا لنا ما نقولش اسمه ولا حتى نفكر فيه. شكلك بتضحكي من قلبك يا صاحبي. حاسه ان انا خفيفه قوي لدرجه اني ممكن اطير، اكني كنت شايله هم كبير ورميته يا نادر. مش قادر اقول لك اي حاجه غير اني انا فخور بيكي. مش قوي كده. عايزه اقول لك ان في ناس هنا وناس ورونا صورهم بقوا حاجه رهيبه يا نادر بعد ما تعافوا. عادة أنا ما بحبش كلمة التعافي دي، بس هما بيخلونا نقول كده. إن شاء الله أول ما أخرج من هنا عندي حاجات كتير مهمة لازم أعملها. زي إيه بقى إن شاء الله؟ زي إن أنا حاسة إن نفسي أجيب بيبي. والله بتكلم بجد. ما كنتش متخيلة أبداً إن أنا ممكن أخلف وأجيب أطفال يا نادر. يمكن عشان الوضع اللي كنت فيه، بس دلوقتي فعلاً نفسي أخلف. حاسة إن أنا بقيت قوية وبقيت إنسانة جديدة، حابة الحياة جداً يا نادر. خلاص شدي حيلك. خرجي من هنا وجيبي عيال كتير قوي عشان يتنططوا فوق دماغك زي قطط بالظبط. ساره انا عندي سفريه كده وان شاء الله ما تطولش وارجع على طول. اول ما اجي نخرج من هنا على طول ونروح نعمل كل اللي نفسك فيه. ايوه غير البيبي بقى انا ماليش دعوه. نادر حبيبي انت ما ضحكتش عليا، فضلت واقف معايا زي ما وعدتني لحد الاخر. بجد انت احسن راجل في الدنيا. ثانك يو حبيبي. الحمد لله على السلامة يا سارة. جرايه يا ناني، قلت لي هجيب لك سوكة، لا منك جبتيه ولا منك سبتيني اشوف سكة القضاء والقدر معاه. ايه الحكاية يا ناني؟ الله يا اخويا، الحكايه شكلها كبير. انا رحت له الحاره لقيته هو وامه سابوها من غير ما يقول، مع انه عدى عليا بس ما قاليش. ده مفيش جنس مخلوق يعرف مكانه حتى الولا طاعون. الله الله الله، ده اللي مقصود بالموضوع ده بقى، ده بيتهرب مني. ما قلت لك انا سيبيني عليه. اتفضلي يا ستي، كلها يومين ثلاثه وتلاقي بوستراته متعلقه على محل تاني. عارفه ليه؟ عشان صاحبه هيعكمه في قرشين. لا لا لا، مش سوكا اللي يعمل كده، بس شكل الموضوع كده فيه قلق، وانا شامه ريحه مش حلوه. بس انت تقل عليا كده وانا اعرف لك التيتا كلها. ماشي يا نادر. استنى. حاضر. ما تاخريش عليا. يا بنت من هنا. مساء الفل يا فنان. مساء الهنا والسعد والعسل. والنبي يا فنان، انا كلامك يا اخويا كده بيرقصني من غير مزيكا. النبي يا بختي كلامي. ناني 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 وناني ناني ناني، اسم الجميل حبه لساني دايما يقول وينادي ناني، دي عايشه في كياني حبيبتي ناني ناني. فنان والنبي فنان. انت اللي فنان. كنت عايزه اسالك كده سؤال صغنن واحد بس، انت تسال وقلبي والكمبيوتر يجيب. يا اخويا ما تعرفش عنوان سوكا الجديد فين؟ هو كان معايا بس انا ضيعته. انا ما رحتلوش، بس هو قال لي عليه وصفهولي، ومن ساعتها ما كلمنيش. يعني تعرف توصل له؟ يعني ماشي اعرف، هو برضه مش بعيد عن هنا في المنطقه برضه. خلاص يبقى قابلك انا بكره الصبح ونروح انا وانت ندور عليه. اصل امه يا اخويا ليها دين في رقبتي، اخاف يجرالي حاجه من غير ما ردها لها. امسك دي صورة الشيخ جاسم اللي احنا عايزين نصفره. اتفضل. ايه ده يا باشا؟ ده مسدس. اما المطوه هنصفره بيها روح امك.
ودي ورقة فيها كل تحركاته، بياكل فين، بيشرب فين، الحتت اللي يحب يقعد فيها، ودي جردات بتسيبه امتى، كل حاجة. عارف ابراهيم، الامتحان ده امتحان صعب، لو عديته تشوف عز عمرك ما شفته. بص يا باشا، انا طول عمري بكره الامتحانات دي كل العام، بس نجرب مش خسرانين حاجة. بص يا ابراهيم، اي لعبة فيها كسبان وخسران، والراجل ده لو ما ماتش او اي حد في الدنيا يعرف ان انا ورا الموضوع ده، انت اللي هتبقى خسران. عارف خسران ايه؟ جرى ايه يا حاتم؟ بقالنا نص ساعة يا اخويا قاعدين نلف حوالين بعضينا. لحقتي زهقتي يا فنانة؟ ده انا لسه ما استوعبتش اللحظه اللي انا ماشي معاكي فيها. ده انا نفسي اضرب طبق فته على شويه كوارع على شويه طبق ممبار، واقعد ابص كده للسما واكتب 8 دواوين و9 قصايد و10 البومات، وكل ده تحت شعار ورعايه النص ساعه اللي انا عايشها معاك يا اخويا. لخص لخص يا اخويا، انا ماليش في المشي البطال اللي انت عملت مشيه لنا ده. بقولك يا ريس، امورنا ماشيه. سيد سوق المطرب ساكن فين؟ فنانك الكبير ساكن في الدور التاسع فوق، اي خدمه ثانيه بيه. شكرا يا ريس، شكرا. الله الله الله، مالك يا فنان؟ مالك يا اخويا، دايخه قوي كده ليه؟ مالك مالك؟ الف سلامه الف سلامه ان شاء الله. انا شوي ده خبطني في كتف. معلش، وانت يا اخبشورة جنبي يا اخويا. خلاص بقى يلا خلاص اهو. يا اختي ممكن تمسكي في الشنط؟ حاضر حاضر اهو. ما تسمعنا كده احنا. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. يلا شوف وشك على خير. لا 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 استنى يا استاذ عز، انت انت بتقتلني ليش؟ ومين اللي بعفك وكم عطاك؟ انا مستعد اتنازلك عن كل ثروتي بس خلني اعيش. الله يخليك. كل ثروة ايه يا عم؟ الافلام القديمه كل انت هتتنازل لي عن كل ثروة؟ انت شايف نهبل ولا ضايق عصافير؟ ده انا اول ما اسيبك هتخلع. لا لا انا من ايدك هذه لايدك هذه، صدقني انا تحت امرك باللي تطلبه. انا مستعد احقق لك كل احلامك بس الله يخليك شيل البتاعة دي. تعرف انا نفسي في ايه؟ امرني في ازازة بيرة ساعة بس. ده 100 صندوق ازازة بيرة تجي لك دلوقتي. ماشي يا عم. أنا قايل المصريين ما شاء الله أجدع ناس وأحسن ناس في الدنيا. طب مصري يا عم، أم الدنيا. أنت عارف سموه أم الدنيا ليه؟ لا والله ما أعرف. وحياتك ولا أنا. يلا اطلع بينا. حاضر. اطلع يا شيخ العرب. حاضر حاضر. يلا حاضر، تحت أمرك. إيه العربية الحلوة؟ يو في إيه؟ متزربن ليه دلوقتي؟ في أخبار زي الزفت. زفت ليه؟ كفر الله الشر، في ايه؟ الزفت اللي اسمه مروان هو ونجوان سابوا الشقه اللي معانا عنوانها واختفوا. اختفوا؟ يا نهار اسود، اختفوا ازاي يعني؟ في صوتك شويه. اختفوا، سابوا الشقه وغرف 60 داهيه، ما حدش يعرف مكانهم. طب وانت عرفت ازاي؟ عرفت من واحد صاحبي دفعتي عايش هنا، كنت مخليه يتابعها. طب وبعدين احنا هنعمل ايه دلوقتي؟
كده احنا ملناش اي لازمه هنا. يعني ايه هنرجع مصر يعني ولا هنعمل ايه؟ يعني هنقعد في اليونان ندور على اتنين مصريين ما نعرفهمش؟ يوب ما نعرفش حاجه غير اسمائهم. بالراحه وطي صوتك، احنا في مكان عام. انت عارفه انت اتسلقتي على حيطه مايل. ايوه، والحيطه دي هتقع بيك ان شاء الله. هي كوريا دي كانت فلحت في حاجه في مصر، لما هتفلح في بلاد بره هي صحيح اردى في كل حاجه الا المصلحه. اردت ايه يا اردى انت؟ يا بومه. انا بومه؟ انا مش بومه، انا غراب. بس غراب ايه؟ من نوع معين كده. احنا ان شاء الله هنروح الجنينه وهنتفرج على القرد اللي بتنطط. تبقي تيجي معايا تنططي يا حبيبتي. كوريا شاطره يا طنط موسوكا، ونادر معاها، وان شاء الله هيرجعوا الفلوس. طب والله العظيم انت بنت غلبان. انت عارفه فلوسي دي كانت هترجع ازاي؟ لو بعت الواتسوكا ابني ومعاه البت نوال. البت نوال تروح بقى تترقص لطليقي كده اهوت وتعمل له الشويتين وترجع لك الفلوس صاغصه ليه. افرضي ان ده حصل، كانت ست نوال هترجع الفلوس؟ لا، بيني وبينك دي تاكل مال النبي. يعني يا اختي في ايه؟ انا استخبى بقى. استخبي يا بنت، استخبي يا بنت بسرعه يا بنت، استخبي. مين 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 اللي بيخبط؟ مين يا اختي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا اخويا؟ مالك؟ فين هايده ابو طالب؟ مين؟ ما نعرفهاش. فتش الشقه. عايز ايه يا واد انت؟ هو في ايه يا اخويا؟ هو في ايه؟ ها بتبص لي كده ليه؟ ها يا اهلا يا اهلا. خش يا اختي انت وهي، غيروا هدومكم عشان كلكم كده مقبوضين عليكم بالصلاه على النبي. يعني ايه؟ ام سوكا وسندس ما لهمش دعوه بحاجه. ما لهمش دعوه بيه، هما كده متسترين عليكي. هتخشوا تغيروا ولا ناخدكم كده زي ما انتم؟ فضلك يا ياسر، هما ما لهمش دعوه. هناخد هايدي بس. يلا هات ورايا. اتفضلي يا هايدي، امديني على المحضر. ممكن اعرف الاول مين اللي قال لكم على مكاني؟ الرقاصه اللي كنت قاعده عندها في الاول. نوال؟ احمد ربنا انها جات لنا وما راحتش لياسر، لاني يعني ما كنتش هعرف اقنعني اعمل لك محضر انك سلمت نفسك. عشان كده برضو ما قبضناش على موسوكا وسندس، لان مفيش جريمه تستر اصلا. والله كتر خيرك. ياسر كان مصمم انه يقبض عليك عشان ياخد الترقيه. يعني هي جت بلغتك انت الاول؟ وكان ممكن ما تقبضش عليا صح؟ يا هايدا انا بشتغل ضابط شرطه، ما ينفعش اعرف مكان حد هربان واتستر عليه. وبعدين ما قبضتش عليك رسمي، الرسمي انك جيت الاسم بنفسك وسلمت نفسك. اتفضل. انت لازم تروحي دلوقتي مباحث الاموال العامه. ياسر هيعمل لك محضر روتيني كده بالقبض عليك، وبعدين هترجعي لي هنا الاسم تاني، هتباتي لغايه الصبح، وبعدين هتترحلي عن هنا. علاء باشا، خلصت ولا المحضر ده مطول ولا ايه؟ بالراحه عليها يا ياسر، انت عارف هايدي تهمني قد ايه. حاضر يا حنين. اتفضلي يا ست هانم. ادام احنا كده كده راجعين يبقى احنا قاعدين بنعمل ايه؟ ما نرجع وخلاص، ولا يبقى زائد فلوس يعني؟ هو اللي معاه قرش محيره يقعد في اللوكاندا ويطيره. الو، شوف الراجل ولا كاني بكلمه. ايوه ابو طالب، ازيك عامل ايه؟ الحق نادر، هايدن قبض عليها. ايه؟ اتقبض عليها ازاي؟ الضابط اللي اسمه علاء كلمني وقال لي انها كانت في اسم مصر القديمه، وانه عمل لها محضر انها سلمت نفسها وهيقف معاها. نهار اسود، جولي اتعكشت. طب اهدى اهدى بس وسيطر على الموقف وانزل بسرعه عشان تلحقها في الاسم. ربنا يسترها معاكي. طب اقول لك ايه؟ اسالوا خالد سندس فين؟ لا تكون ولا موسوكا كرشتها. يا ابو طالب بيه، انا وصلت هنا لقيت مروان ونجوان اختفوا، مش عارف ازاي. مفيش حاجه اسمها اختفوا. انت لازم تجيب مروان والفلوس وما تجيش من غيرهم كده، هايدا هتروح مننا. يا عم بقولك
لك اساله سندس فين. حاضر حاضر حاضر. اساله. كوري عايزه تعرف سندس فين. بتلاقيه عند ام سوكا دي ولا حاجه. بقول لك ايه سلام، انا كده اتاخرت. قال لك فين؟ عند ام سوكا. لازم نوصل لمروان ونجوان دلوقتي حالا. اوصل لها نجوان؟ للاسف جه اليوم اللي لازم الاقي فيه صفيح الزباله وادور عليها. بدور على براهيم. ايه؟ ابراهيم؟ ايوه اسمع مني انا. دور على براهيم تلاقي ست نجوان. اهلا. بقى كده بردك يا سوكا؟ ده بدل ما تاخدني بالحضن وتقول لي ليكي وحشه؟ حضنتك عقربة فلوشك في صرصور ودنك يا ولية يا ناقصة. بقى انت يا ولية رايحة تبلغي عني يا واطية؟ انا ناقصة يا موسوكة. استني ياما، بقولك يا نوال، سكة سونسون دندن دي مش معايا ولعبوا شخاليل. حاتم قال لي على كل حاجة، ومن الاخر هو اللي وراك البيت 10 دقايق والبوليس جه. يعني من الاخر كده انت اللي حبستي البنية. ليه يا شيخ عملت لك ايه؟ حرام عليكي. الله، عملت لي اللي عملته لي يا اخويا. مالك محموق عليها قوي كده؟ كانت من بقيه اهلك واحده وهزقتني وعملت معاها الصح وعلمتها الادب. مالك انت؟ ما الحال عدوينك يا وليه انت؟ ماله ده ايه؟ هي مش امه دي اللي كان هيتقبض عليها؟ ايه صرصار انا ولا فار؟ ملوش لازمه لولا الضابط التاني الله يكرمه ويخليه. قال للضابط الاولاني اللي كان عاوز يقفشني انا والوليه سندس، قال له مالكش دعوه بيهم، دول ناس محترمين، ناس من عائلات وناس كبارات قوي. يا وليه ما انت قاعده اهو زي الجن، كان حد داسلك على طرف وبعدين انا بلغت عليها هي ما جتش جنبك. خدي يا ام سوكا، عشان انا عارفه انك بتحبي الحاجات بالمكسرات، ودي بقى مكسرات فاخره. كلي يا اختي، محدش واخد منها حاجه. انت عارفه يا بت يا نوال، البت ده هي انا طول عمري اقول عليها سو. قلبي كده يا اختي ما بيبقاش مرتاح لها كده هوت والله. يلا تستاهل اللي يجرى لها. احنا مالنا يا اختي ومال مشاكلها؟ يلا نوال. ها من الاخر كده ارغي، عايزه ايه؟ وهعوز منك ايه يا اخويا؟ انا جاي عشان مصلحتك. عزوز عايز يرفع عليك قضيه عشان انت ما بقيتش تيجي المحل. قال لي اجي اكلمك بالهداوه كده عشان تنزل يا اخويا. وبعدين يا سوكا انت خيرك عليا وانا مش نكرت جميل. ايوه النبي اسكتي، مش البت الممرضه الممصوصه عامله له عمل على ظهر قرموط يا اختي، عمال يجري ويفط في قلب الميه، ما احناش عارفين نجيبه. قال له ايه؟ اقول له يا ولا تعالى نروح نفك العمل، مش راضي، مش راضي يطوعني خالص. جرى ايه يا سوكا؟ حب وغرام ايه يا اخويا؟ خلاص بطلنا اللي يعطلنا، احنا عايزين نركز في المام اكل عيشنا. عندك حق، انا لازم انزل الشغل، بس مش عشانك انت. عشان خاطر امي. من الاخر يا نوال، انت لبستي خلاص طوب الرقصات الكسر، وطالما لبستي طوب الرقصات الكسر ما تلزمنيش. يعني بنت الحلال ما فيش الا ما بيني وبينك. سلام عليكم. وعليكم السلام. انا تكلمني كده برضك يا سوكا؟ ناني يتقال لها الكلام ده؟ عموما انا اللي غلطانه عشان جيت لك. سلام. حياك يا هيمه. اهلا اهلا يا كبداكي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي.